آيات ثلاث تؤكد العين أن العين أحياناً تفعل فعلاً خطيراً. لكن بالمناسبة ليس معنى هذا أن العين تفعل وحدها من دون إذن إله عظيم، ليس معنى هذا أن العين يمكن أن تحدث شيئاً من دون إذن الله عز وجل. لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه شيء لا يريده، فالأمر بيد الله. بس أحياناً الله يقدر لهذه العين أن تؤذي لأن الذي آذته العين كان غافلاً عن الله عز وجل، كان غافل وفي حركته كان مخطئ، غفلة مع خطأ سببت عين تصيبه وتؤذيه. يروي البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة احمرار، فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أصابتها العين، استرقوا لها أي اقرأوا لها القرآن فإن بها النظرة. هذا حديث في البخاري يشير إلى أن العين لها أثر في إيقاع الأذى بالذي أصابته العين. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. العين حق، يعني هناك من ينظر بعينه وهو محروم إلى ذي نعمة غافل عن الله عز وجل، هذه العين يخرج منها شعاع يؤذي الإنسان. وفي حديث ثالث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ ثلاث أحاديث تؤكد أثر العين في المحسوب. وفي حديث رابع أخرج مسلم وأحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، أن تقرأ القرآن. وأخرج البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: العين حق ونهى عن الوشم. يعني الآن الناس بسذاجة مضحكة يضع حدوة فرس على مركبته أو حذاء صغير أو خرزة، يعني هي أشياء لا تقدم ولا تؤخر، وما أنزل الله بها من سلطان. الذي يقدم ويؤخر أن تكون متصلاً بالله، أن تكون مقبلاً عليه، أن تكون منيباً إليه، أن تكون مستقيماً على أمره. وإذا المنية أنشبت أظفارها، هذا شعر، ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة يعني حلقة توضع في رجل الطفل يعني على يعني رغبة ألا يموت وهو صغير. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وفي حديث سادس يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. ويروى أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، فأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ويروي الإمام أحمد عن أبي ذر مرفوعاً: إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً أي جبلاً عالياً ثم يتردى منه. تولع تعلق، إن العين لتعلق الرجل بإذن الله، شوف بإذن الله، حتى يصعد حالقاً أي جبلاً عالياً ثم يتردى منه.
الحديث الثامن هنا. والتاسع: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. نعم. حدثني أخ يعمل في الهندسة يكسو بيت، ففي مركبة من أيام خرجت من الوكالة إن صح التعبير، جميلة جدا وحديثة جدا وغالية جدا، يبدو أنه أحد العمال مس الضوء الخلفي جرح فقط، فقال له أقدم لك ثمن الضوء الجديد، قال له لا أريد مبلغ كبير جدا طلب، في عطلة والثمن خاس، وتعنت تعنت غير معقول غير معقول. باليوم التالي لقى مركبة سحقتها سحق، نصف حطم الخلفي. أيام الإنسان يتباهى بشيء يتعنت من أجله فيؤدبه الله عز وجل. والحديث العاشر: العين حق تستنزل الحالق. والحديث الحادي عشر: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. والحديث الثاني عشر: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى. الحمى السم، السم والعين والدم الذي لا يرقى. والحديث الثالث عشر: العين حق وأصدق الطيرة الفأل. المناسبة في عنا موضوع الطيرة، يعني إنسان أيام بتشائم أو بتفائل، هالموضوع عالجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، يعني التشاؤم، فقال: أصدقها الفأل ولا يرد مسلما. يعني إنسان شعر بالقباض والعمل مشروع وفي خير، لا ينبغي أن يعتد بهذا الانقباض. يعني أسست جمعية خيرية لإطعام الفقراء أو لرعاية الأيتام، يا أخي متضايق، هذا كلام ما له معنى. قد تحس بالضيق أحياناً، وهي بصيب المتزوجين، يوم بيوافق على الزواج من واحدة بيدخل بوساوس، تلاقي في انقباض، هذا أحياناً من الشيطان. البنت جيدة ومناسبة وما فيها عيب وأخلاقها عالية ودينة ومطواعة، بيقول لك متضايق، هذا الضيق ما له معنى أبداً. فالإنسان عليه ألا يأخذ بهذه المشاعر الغير منضبطة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أصدقها الفأل. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. يعني حدثني أخ مستوى المياه بإسطنبول هبط إلى 30% في السدود، وفي مشكلة كبيرة جداً، وهناك تحذير من الجفاف. في ليلة واحدة في شهر آب الماضي، بشهر آب اللهاب، في ليلة واحدة نزل من الأمطار ما يساوي معدل السنة بكاملة. الذي نزل في عام بأكمله نزل في ليلة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل. في شخص سوداوي كل ما بتقول له قضية إن شاء الله في أمل، ما في أمل أبدا، كل ما بتعطيه بصيص نور أمل الله ينصرنا، أبدا انتهينا انتهينا. هذا إنسان سوداوي المزاج، واليأس والقنوط من الكفر. الله عز وجل عنده خير كبير، وبلحظة تتبدل الأحوال. مين كان بظن أن هذه الكتلة الشرقية المرعبة التي تملك أسلحة نووية بإمكانها أن تدمر القارات الخمس خمس مرات؟ كلام دقيق. عندها من الأسلحة النووية ما يمكن أن تدمر بها القارات الخمس خمس مرات. من يصدق أن هذا العملاق الجبار يتداعى من داخله من دون حرب؟ وكما أظهر الله لنا جبروته وقدرته في الذين في المشرق، قد يظهر الله لنا أيضاً إن شاء الله جبروته في الذين في المغرب. فلذلك
كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، ما كان يحب التشاؤم، والتشاؤم يأس، واليأس كفر، والقنوط يأس، والقنوط كفر. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أصدقها الفأل ولا يرد مسلما. إذا الأمر واضح، هدف واضح، والوسائل واضحة، والحكم الشرعي واضح، وشعرت بانقباض، لا تعبأ بهذا الانقباض، هذا حال يحول. وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان قد ينقبض إذا أقدم على عمل جيد، العمل أقدم على سفر والسفر مشروع، أقدم على دراسة والدراسة مشروعة، أقدم على زواج والزواج مشروع، انتقل من بيت إلى بيت. في أيام يصيب الإنسان حالة اسمها التكلس العقلي، يعني ما بيغير ما هو عليه مهما كلف الأمر بلا سبب. يعني الإنسان أيام ينقبض ولا يشعر أنه ارتكب ذنبا، ليس مؤاخذا على هذا الانقباض، ولكن ما دام الهدف واضح والوسائل مشروعة ينبغي ألا يصرفه انقباضه عن أن يفعل هذا الشيء. والحقيقة القصص التي تتحدث عن مصيبة نزلت بإنسان بسبب مباهاته وبسبب عين الحسود قصص كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك أناس يعني لا يعبؤون بهذه الموضوعات إطلاقا، وهي حق. وهناك 13 حديثا صحيحا في البخاري أو مسلم أو في الصحاح تؤكد العين، وهناك آيات ثلاثة. فإذا أنا موقفي من هذا الدرس أنني أتواضع لله عز وجل، ولا أفكر أبدا أن أظهر ما عندي بغية أن أستعلي وأن أزهو على الناس. هذا الموقف العملي من هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. جاءني سؤالان، إنه ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ مليون نعمة نحن جميعاً مشتركون بها، حدث الناس بنعم الله المشتركة. إنه الله عز وجل أعطانا نعمة البصر، أعطانا ذاكرة، أعطانا مياه في أمطار كثيرة، تحدث عن هذه الأمطار واشكر الله عليها. من قال لك إن هذه الآية تعني أن تحدثنا عن نعمك أنت؟ في نعم لا تعد ولا تحصى بين كل الخلق. وصدقوني أيها الإخوة، الإنسان إذا كان مهتدياً إلى الله ومعافى في جسمه وعنده قوت يومه كأنما ملك الدنيا بحذافيرها. كلامي دقيق جداً. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، الباقي مظاهر فقط. والله دخلت لبيت بزماني والبيت متواضع جداً، ما في بلاط، يسموه عدسة، والأساس من أرخص أنواع الأساس، بساط وطراحة، ما في كنبات. أنا هيك شعرت أنه هذا البيت قطعة من الجنة. صاحب البيت مؤمن وله زوجة يبدو أنه يحبها وتحبه، وفي أولاد أطهار. صفنت، قد يكون بيت حقه 100 مليون، قطعة من النار. فلما الله عز وجل يسعد الإنسان المظاهر ما لها قيمة. بيقولوا أنه ملك سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت، في غيرك ليش؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، هذا الملك. إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. وأنا أقول لكم الآن، إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت ملك الآن. قد تكون حاجد بدائرة، لو كنت أعلى أفضل، لكن إذا أنت مستقيم خلص. قد تكون ضارب آل كاتب، قد تكون أمين مستودع، ما عندك شيء ثاني، لكن ما دام تعرف الله وتطيعه فأنت الملك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله،
إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهلأ يعني بتلاقي عدد كبير في العالم يخضع للقطب الواحد، يخضع ويرتكب الجرائم من أجل أن يرضي هذا القطب الواحد، ويضحي بالمسلمين وبثروات المسلمين وبكرامة المسلمين إرضاء لهذا القطب الواحد. فإذا الإنسان ما كان طرف بمؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت والله ملك لكن لا تعرف قدر هذا الملك إلا يوم القيامة. أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لما وهبه. الحقيقة الأمراض النفسية خطيرة جداً، ذكرت سابقاً أن الأمراض الجسمية تنتهي عند الموت لكن النفسية تبدأ بعد الموت. الحسود جاهل، الحسود لا يرى عظمة الله ولا غنى الله، لأن الله عز وجل نحن جميعاً عباده، ما دام الإنسان عبد لله العطاء بين يديه، اطلب تعطى. شو الدليل؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. فلماذا الحسد؟ والحسد يعني صفة ذميمة، والمحسود دائما لكن أحيانا أوجه أصبع الاتهام أحيانا إلى المحسود، يظهر ما عنده، يفتخر ببيته، كلفه كذا، حيلاقي شخص أمامه دخله محدود يتألم. إظهار ما عندك بافتخار واستعلاء هو الذي يجعل لك حساداً ممن حولك، يقول لك وأما بنعمة ربك فحدث. النعم المشتركة، نعمة الهواء، نعمة القرآن، نعمة العلم، النعم المشتركة حدث بها. أما أنا سافرت أمريكا كلفتني مليون السفرة، الفنادق 7 نجوم مثلاً، الطائرات كذا. الحديث عن النعم المادية أمام آخرين ليسوا كذلك، هذا قد يسبب الحسد. في نقطة دقيقة، لا تتصور رد فعل سلبي إلا بقابله فعل سلبي، الفعل السلبي بقابله رد فعل سلبي. إذا نحن مأمورون يعني الإنسان أن يكتم ما أنعم الله عليه من نعم خاصة؟ الحقيقة أن هذه النعم الخاصة ما الفائدة من إبدائها؟ في يعني خلفية لهذا الإبداء، افتخار. نعم، أيضا مرض. والافتخار أمام إنسان ضعيف، أنت ارتفعت وحينما وازن نفسه معك مع إمكاناتك وبيتك وسيارتك نزل، يعني سقط من عين نفسه. فأنا والله أرى أن المؤمن يرفع معنويات الناس، التواضع يرفع معنوياتهم. نعم سيدي الكريم، إذا الحسد شرعا هو أن تتمنى زوال النعمة عن الناس؟ هو نوعان، تمني زوال النعمة لتنصرف إليك، وفي حسد أشد إثما، تمني زوال النعمة فقط من غير أن تنصرف. نعم. المهم أن يضر الآخرين. نعم. وهذا مرض سيدي. فإذا لم يتمنى زوالها عنه ولكن تمنى أن يناله شيء، ما في مانع، هي غبطة. نعم. لا عفوا، يعني إذا كان بالأمور الأخروية غبطة، أمام عالم مثلا علمه غزير، له مثلا قبول بالأرض مثلا، يعني يدل الناس على الله، غبطة. هذه الغبطة حميدة جدا. والله ماذا قال؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما في مانع أبدا. هلأ إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمال، هو متواضع يؤدي زكاة ماله، ما في مانع، يعني يا رب اجعلني مثله كمان ما في مانع. بس هو أكمل شيء بالغبطة أن تتمنى المقامات العلمية، أعمال الآخرة، أعمال الجنة. لو تمنيت ما عند الآخرين المتواضعين من دنيا ما في مانع. نعم. نعم سيدي، ذكرتم أن هذا الرجل أحياناً الذي يتباهى بماله كأنه يعني يحرض الناس على الحسد، يعني يتحرش بهم. نعم، هو يدفعهم إلى الحسد.
لكن الآن أيضا هذا الشخص الذي ليس عنده هذه النعمة أليس مأمورا، يعني لنقل مجازا، بغض البصر عن النعم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. أنعجز عن أن نسأل الله؟ نعم أبدا. شفت إنسان ببحبوحة، يا رب ارزقني رزقا حلالا وفيرا، ما في مشكلة أبدا. نعم يسأل الله. نعم. والذي أعطاه أبدا يعطي. سيدي الفاضل، في الحديث الشريف وآتيكم بنصه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. التنافس هنا يعني التنافس المذموم؟ إيه طبعا. تجسسوا تتبعوا الأخبار السيئة، تحسسوا الأخبار الطيبة، يعني فلان كم ولد في عنده، شو حجمه المالي، ما شأنك، ما شأنه، من حسن إسلام. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لا. في تجسس للأخبار السيئة، في تحسس للأخبار الطيبة، ولا تحاسد ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. التنافس في الدنيا مذموم. نعم. الله قال: وفي ذلك في الآخرة فليتنافس المتنافسون. إذا حتى لو لم يحسده، لكن يعني هو ثروته كذا، أريد أن تصبح ثروتي أكبر منه، هذا التنافس طبعاً المذموم. ولا تحاسدوا. سيدي هذا الموت لأنه ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. ما دام كل شيء إلى نهاية انتهى الأمر. يعني مثلا تصور سباق سيارات، الطريق عريض وطويل 5 كيلومتر، ثم ينتهي هذا السباق بحفرة ما لها من قرار، فالأول سقط والثاني سقط والأخير سقط، فلماذا المنافسة؟ الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. أيضا البغض سيدي، البغض حالة نفسية بس إلى مغزى، إلى معنى لطيف جدا. لا تفعل عملا تبغض به. التباغض فعل مشارك، فإذا كان فعلت عمل فيه كبر من حولك يبغضك. فهو النهي عن التباغض نهي عن فعل عمل يؤدي إلى أن يبغضك الناس. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هو سيدي يعني الأخوة الإيمانية هل تلغي كل هذه المظاهر السلبية؟ أنا والله باجتهادي الشخصي لا أرى من علاقة أقوى ولا أمتن من الأخوة الإيمانية. الكل لواحد والواحد للكل. إنما المؤمنون إخوة. وكأن الأخوة النسبية أقوى أخوة. رفع الله الأخوة الإيمانية إلى مستوى الأخوة النسبية، وهذا قصر سيدي. نعم. إنما المؤمنون نعم. نعم. إخوة. فإذا لم يكونوا إخوة هناك طبعا إشكال في الإيمان. جزاكم الله خيرا سيدي. شيخنا الكريم، يعني تحدثنا عن مفهوم الحسد، الآن أنتقل إلى حديث النبوي الحقيقة يعني يلفت النظر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والحسد. يعني مؤمن وحاسد لا يجتمعان، كيف ذلك سيدي؟ التفسير سهل جدا. هذا المؤمن عرف الله، عرف قوته، عرف غناه، عرف رحمته، عرف حلمه، عرف عطاءه. وهذا الثاني نال من الله هذه الأشياء، لماذا تضعف أمام الثاني ولا تطلب من الله ما أعطى الذي أعطاه؟ في ضعف بالإيمان. قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعل إذ لم ترضى لي ما وهبه. نعم. إذا إيمان وحسد لا يجتمعان. أبدا أبدا لا يجتمعان. نعم. سيدي الكريم تحدثتم قبل. لا بالنسبة عفوا. نعم. المؤمن نقل أكبر اهتماماته للدار الآخرة، فالدنيا تمضي، أما يلي الآخرة ألغاها من حساباته واهتم بالدنيا لا بد من أن يفتخر في الدنيا. في شيء اسمه تأكيد الذات. الإنسان يأكل ويشرب ليحافظ على بقائه كفرد، ويتزوج ليحافظ على بقاء النوع دون أي شعور. لكن في حاجة ثالثة كبيرة جدا اسمها تأكيد الذات.
حفاظاً على بقاء الذكر. فالذي ألغى الآخرة من حساباته طبعاً ما عنده غير الدنيا، فإن رأى إنسان تفوق عليه يحسده قطعاً، أما إذا نقل اهتماماته للآخرة رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فإذا نقل اهتماماته إلى الدار الآخرة انتهى الحسد من حياته. إذا مقاييس الآخرة سيدي غير مقاييس الدنيا. أبداً أبداً. نعم. عفواً، الدنيا حظوظ، الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، فالغني مبتلى بالغنى، مبتلى ابتلاؤه الغنى، الغنى فحصه الغنى. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، والقوي مبتلى بقوته، استخدم القوة لنفع الناس أم استعلاء عليهم، والوسيم بالوسامة، موضوع طويل. فهذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، جزاء أبدي. سيدي في الآخرة ما الذي يرفع الإنسان عند الله؟ عمله الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل الصالح يرفعه. نعم سيدي الفاضل، في الحديث الشريف يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئين من الحسد، يقول لا حسد إلا في اثنتين، يعني تقريبا لا غبطة. نعم، يعني ينتقل هنا المعنى الغبطة التي تحدثنا عنها. الأول هو المعنى السياقي، صار نعم سياقا الغبطة. نعم، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، ورجل آتاه الله علما. علما يعني لما اختص هذين يعني الأمرين؟ لأنه عفوا في عندنا شيئان كبيران، العلم والمال. المال قوة مطلقة، تشتري به بيتا فخما، تركب سيارة فارهة، قوة مطلقة. والعلم قوة مطلقة. فالإنسان إذا غبط عالما كبيرا وسار على دربه لا يعد هذا حسدا، وغبط إنسانا غنيا ينفق هذا المال لخدمة الناس لا يعد حسدا، فهي غبطة، والغبطة مفيدة جدا. لذلك أنا بقول اللي له عمل صالح واثق من إيمانه وإخلاصه وذكره للناس تشجيعا لهم، طلب علم، طلب أطعم الفقراء، أطعم الجياع، فذكر الأعمال الصالحة بأدب وتواضع للمحسنين هذا يثير الحماس لمن حوله أن يقلدوه، وهذا تابع نيته طبعا. نعم. يعني في النوايا. سيدي الغبطة المحمودة كما ذكرتم، رجل آتاه الله مالا لكن قيده النبي في أنه ينفق منه طبعا. أما الذين يعني قارون عندما خرج على قومه في زنته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يعني كيف فهموا هذا الحظ المالي حتى قالوا هذا الأمر؟ يعني هو بمقياس دنيوي طبعا. نعم. أنا أقول كلمة، لا بد من اختيار المقاييس. فالمقياس الدنيوي المال مقياس كبير، والقوة مقياس آخر، والوسامة مقياس ثالث، والذكاء مقياس رابع، أما الآخر مقياسه بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. لذلك الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، أما بالآخرة توزيع جزاء، بالآخرة الحظوظ أبدية. نعم. سيدي إذا علمت أن فلانا من الناس يحسدني، رأيت ذلك في سلوكه في أعماله، يعني بأنه يحسدني وينظر إلي نظرة حسد، كيف أتعامل معه؟ والله أنا أرى أنه يعالج معالجة لطيفة بالإكرام وبالتواضع. نعم، بتواضعي له وأحسن له. نعم، تواضع وإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. السيئة. سيدي الفاضل، وهذا الحاسد إن علم في نفسه أنه ينظر إلى الناس بحسد، ما الذي ينبغي أن يفعله؟ ينبغي أن يراجع حساباته ليؤكد لنفسه أن هذا ضعف في إيمانه. أبدا. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني المحسود الله آتاه المال، طيب الله عز وجل ينتظر دعائك لأتيك المال. نعم. ويستعيذ الإنسان ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. لا، هنا موضوع ثاني. نعم. المحسود إذا كان غافلا عن الله، الحاسد يصيبه، إن العين تضع الجمل في القدر وتضع الرجل في القبر،
هذا الحسد اللي فيه غفل عن الله. إذا المحسود غافل فعين الحاسد تصيبه. نعم. سيدي الفاضل، أيضا من ما يذكره القرآن الكريم وهو في شأن المنافقين، وقد تحدثنا عن المنافقين، لكن يدخل في الحسد أيضا، إن تصيبك حسنة تسؤهم، يعني أليس هذا أيضا من والله أنا هذا أراه أخطر آية في القرآن، هذا مقياس للنفاق 100%. يعني مثلا صديقان أحدهما اشترى بيتا، الثاني لمجرد أنه تألم من شراء صديقه بيتا سقط في النفاق على مستويات. طبعا أخوك أخذ دكتوراه، بدل أن تفرح له وكأنها لك تألمت لمجرد أن يتألم الإنسان لخير أصاب أخيه المؤمن، في عنده مع الله مشكلة. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. لو فرضنا أن الصديق أصابته مصيبة بأعماقه فرح، منافق شيء مخيف. هذا مقياس قرآني، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرح بها. فمعناها علامة إيمانك أن تفرح لأخيك إذا تفوق في الدنيا.